بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا في الثايرويد ديزيزز. ثايرويد ديزيزز نسأل عنها questions and answers. شنو اليوم نسأل عن الثايرويدايتس. ثايرويدايتس أوكي، التهاب غدة الثايرويد. What is thyroiditis? Thyroiditis means inflammation of thyroid gland. Inflammation of thyroid gland. Usually caused by bacterial infection. إذن بكتيريا تروح تسوي التهاب وين؟ بالثايرويد. Most uncommon form of thyroiditis. يعني هذا الانفلاميشن الأكيوت ثايرويداتس. احنا الآن نتكلم عن ثايرويداتس بعنوان شنو أكيوت. فالأكيوت عادة اللي هو uncommon طبعا. أكيوت ثايرويداتس. شنو usually bacterial infection. Bacterial infection. Which is most, you know, uncommon form of thyroiditis. اللي هو bacterial. What is the etiology? عادة الاتيولوجي اللي هو suppurative thyroiditis. التهاب قيحي صديدي. Suppurative thyroiditis. هذا الاتيولوجي والكوز مالته الانفكشن شنو عادة from hematogenous تجي بكتيريا بالدم hematogenous ويندر أن يكون تروما مثلا ثقب هنا جرح هنا شيء وتنتقل إلى الثايرويد تروما which is rare تروما rare هذا cause etiology. What's the most common cause of recurrent cases? يسمونها piriform sinus fistula. يصير recurrent case of شنو؟ Of acute thyroiditis. Is this condition associated with hyperthyroidism? يعني الأكيوت ثايرويداتس لها علاقة بالهايبرثايرويديزم يصير وياها هايبرثايرويديزم الأكيوت ثايرويداتس ما يصير وياها هايبرثايرويديزم وإنما T3 T4 شنو normal level okay. What are the associated signs and symptoms? Acute thyroiditis. شنو الكلينيكال فيتشرز اوف acute thyroiditis? Sudden pain. ألم مباشر بعد diffuse على النيك تقريبا with enlargement painful enlargement of thyroid with fever سخونة وشيلز قشعريرة وبعد صعوبة البلع dysphagia هذن اللي clinical features of acute thyroiditis. What is the most common infection prior to acute thyroiditis? عادة يصحب شنو يصحب الأبر respiratory infection upper respiratory infection okay in children خاصة and adolescents children and adolescents okay. What are the associated diagnostic findings?
Associated Diagnostic Finding. قلنا الثيرويد فانكشن تيست نورمال. بعد راديو ايادين ابتيك نورمال. الازوتوب ستدي ايضا نورمال ابتيك اوف ايودين. بعد التراسونوغرافي ميشو شنو؟ ميشو ابسس. التراسونوغرافي ميشو ابسس. اوكي. What are the most common organisms؟ Most common organisms مسؤولة عن الأكيوت ثيرويداتيس شنو؟ ستريبتوكوكس. ستريبتوكوكس. بعد ثاني وحدة الستافيلوكوكس. أوكي. وبعد الثالثة نيمو كوكس. اوكي. واتس ذا ابروبريت تريتمنت اذا ابسيس وانفكشن سيرجيكال درينج. اذا ابسيس تريتمنت سيرجيكال درينج. اوكي. وبعد معها انتيبايوتكس. انتيبايوتكس. وقد نحتاج إذا أكو فيستولا كونكتد فنقول عليها فيستولكتومي نسوي. فيستولكتومي إذا هي مسببة ثيرويداتيس. أوكي. والتحسن يصير تقريبا من 24 إلى الريكفري إلى 48 hours improvement. أوكي. هذا الأكيوت ثيرويداتيس. نجي إلى فورم أخرى من الثيرويداتيس سموها سب أكيوت ثيرويداتيس. سب أكيوت ثيرويداتيس. What is the another name for سب أكيوت؟ إلى اسم آخر يسمونه ديكوفيريان. ديكوفيريان ثيرويداتيس. دو هكذا. ديكوفيريان سوري هالشكل دي ديكوفيريان ديكوفيريان ثيرويداتيس. ديكوفيريان ثيرويداتيس. ديكوفيريان ثيرويداتيس which is subacute. شنو هذا الاتيولوجي الكوز؟ فيرال. هذا فيرال. most likely develop young when occur in patients adults. البيشنت شنو مواصفاتهم؟ adults 30 سنة إلى 50. اوكي. women more than women. women إلى المين 5 to 1. What are the associated signs and symptoms? Clinical features. Sore throat. Thyroid enlargement. اوكي. ديفيوز يعني اللارجمنت. هذا ممكن ان يحصل ب هايبوثايرويد ممكن يصير وممكن هايبر ثايرويد بوث ممكن يحصل. بعدين شنو يعني اولا الطريقه اللي تحصل اول شيء يحصل بالانفلاميشن هايبر ثايرويد بعدين followed by شنو by euthyroid بعدين hypo thyroid. هكذا التسلسل في
يكون variant disease اللي هو viral thyroiditis. What are the associated lab finding؟ lab شو نشوف؟ بدي يكون variant increase ESR بعد serum gamma globulin شنو normal or elevated ESR و serum gamma globulin increase أيضا بعد thyroid hormone elevated بالبداية T3 T4 هاي lab test الأيودين أبتيك راديو أيودين أبتيك شنو ديكريز أوكي وزد أبروبريت تريتمنت هذا هو فيرال سيلف ليميتينج سيلف ليميتينج ديزيز ديكوفيريان سيلف ليميتينج ديزيز تقريبا 2 to 6 months سير زينة اوكي بعضهم ينطون نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز بعد بيتا بلوكرز انتي ثايرويد ار نوت افكتيف ان تريتمنت هايبرثايرويد ستيت نو يوز فور انتي ثايرويد هذا اللي هو ديكوفيريان ديزيز سب اكيوت ثايرويداتيس ويتش از فايرال اوكي ناو وي ديسكاس ذا كرونيك ثايرويداتيس اوكي chronic thyroiditis واللي هو له فد نيم شلون الصب اكوت اسمه ديكوفيريان الكرونيك ثايرويداتيس له اسم نسميها هاشيموتو ديزيز او هاشيموتو ثايرويداتيس هاتوز اوكي what is the incidence الانسيدنس شنو كومن طبعا الانسيدنس اوف هاشيموتو تقريبا 1.5 بالالف 1.5 المن لكل 1000 كيس هذا الانسيدنس وريزلت مالتي هايبوثايرويدزم كريزلت نهائيه وغويتر فإذن most common غويترس هايبوثايرويدزم most common غويترس هايبوثايرويدزم اللي هو هاشيموتو ثايرويداتيس what's the most likely develop in this condition شنو اولا الومن اكثر شيء ومن الى مين 10 تايمز 10 تو 1 اوكي البيك ايج 30 تو 50 والايتيولوجي ايتيولوجي الكوز العله اوتو immune disease autoimmune disease ايش قلنا ان كم نوع من ثايرويداتيس اكو واحد اكيوت نعيدها اكيوت بكتيريال سب اكيوت فايرال كرونيك اوتو اميون اوكي تصير شويه مور كلاريفايد فاذن اوتو اميون ديزيز وات ار ذا اسوشيتد سانز اند سيمبتوم كلينيكال فيتشرز اوف ذيس تايب اوف ثايرويداتيس هذا هنا بيلس غويتر اللي هو اللارجمنت اوف جلان غويتر وبيلز غويتر زين ديفيوز انلارجمنت sometimes نودولار بيلس غويتر
diffuse usually sometimes nodular diffuse وبعدين شنو hypothyroid hypothyroid okay the diagnostic finding lab هنا لاب وغير اللاب diagnostic serum anti-microsomal thyroglobulin antibody anti-microsomal thyroglobulin antibody anti-microsomal thyroglobulin antibody وين موجودة بالسيروم هاي راح نلقاها بعد T3 T4 يجوز with the normal limit T3 T4 المرة normal وبعدين may decrease sorry هذا ممكن normal وبعدين decrease T3 T4 والراديو أيودين uptake شنو decrease What's the appropriate treatment? هنا التريتمنت مال ثيرابيوتس كرونيك هو لونج تيرم ثيرابي لونج تيرم ثيرابي اوكي لونج تيرم ثايرويد هرمون ريبليسمنت لازم لان هذا كل شيء يصير به ديفيشنسي وهايبوثايرويد في لونج تيرم شنو ثيرابي نعطي ثايرويد هرمونز اللي هو التروكسين اوكي إذن هذا النوع من الثيرودوتس اللي هو كرونك ثيرودوتس واللي اسمها شوماتو واللي هو أوتو أميون ديزيز واللي الميل فيميل تو ميل 10 تو 1 أوكي أذر تايب أوف ثيرودوتس كولد إت فايبروس ثيرودوتس فايبروس ثيرودوتس وات إز إت النيم مالتها ريدلز ريدل disease or riddle thyroiditis riddle thyroiditis okay هذا fibrous the incidence rare هذا rare من بقية الجروبات very rare the pathophysiology replacement of thyroid tissue by what by fibrous tissue. أن الأتيولوجي طبعا هذا أن الأتيولوجي What are the associated signs and symptoms? هنا the clinical features مال fibrous stony hard ثايرويد بالفحص مالتها with or without invasion to adjacent tissue بعد شنو عندي pressure symptom pressure symptoms ضغط على الثايرويد وعلى التراكية طبعا هايبو ثايرويد deficiency بالثايروكسين level الديفرنشيال دياغنوز يدخل وياه شنو هو بسبب الصلابه مالته الكانسر الديفرنشيال دياغنوز اوكي واتس ابروبريت تريتمنت اوف ريدلز ثايرويدايتس اللي هو فايبروس شنو الثيرابي مالها سيرجري اذا تو ريليف سيمبتوم احتاج الى سيرجري خاصه اذا اكو بريشر سيمبتومز اوكي وسب توتال thyroidectomy may be required طبعا surgery هنا difficult because of fibrosis واسوي sub total thyroidectomy اوكي هذا الردل thyroiditis اللي هو شنو fibrous thyroiditis نجي نسوي مراجعة المن power review للthyroiditis كthyroiditis ونسأل عنها What is another name of subacute thyroiditis? Subacute thyroiditis. Another name, شو اسمها?
ديكوريفين ديكويرفين ديزيز ديكوريفين ديزيز دي كيو هكذا ديكويرفين ديزيز أو ديكويرفين ثايرويدايتس ديكويرفين ثايرويدايتس هذا النيم. الأنذر نيم فور كرونيك ثايرويدايتس كرونيك ثايرويدايتس شو نسمي هاشيماتو هاشيماتوز ثايرويدايتس اوكي. Another name for fibrous thyroiditis نسمي ريدلز نسمي شو نسمي ريدل ثايرويدايتس. Another name for what is the cause of acute thyroiditis cause of acute thyroiditis bacterial okay cause of subacute thyroiditis viral okay cause of chronic thyroiditis autoimmune cause of fibrous thyroiditis riddle unknown okay which type of thyroiditis is painless which painless Hashimoto the chronic okay واحيانا ديكوفيريان ديكوريفيان اللي هو فايرال احيانا اوفين ديكوريفيان هذا البينلس اوكي which is associated with hyperthyroidism عادة يا هو الفيروس الديكوريفين هذا هايبرثيرويديزم which is associated with hypothyroidism طبعا شنو هذا الكرونيك اللي هو هاشيماتوز okay major difference between acute and subacute acute الأكيوت شنو major difference between acute and subacute الأكيوت bacterial subacute viral okay